احمد رشوان مخرج فيلم جزيرة الاقباط وفيلم وثائقي مدته 85 دقيقة انتاج قناة العربية، سيناريو اخراج احمد رشوان، مدير تصوير مينا نبيل، مونتاج اسلام عامر، مهندس صوت معتز مطر، موسيقى شريف الوسيمي. هو الفيلم بيدور حول الأقباط المصريين خلال الأعوام الثلاثة بدءا من ثورة 25 يناير إلى ما بعد 30/6 والتوابع اللي حصلت بعد فضل اعتصام رابعة والنهضة مثل حرق الكنائس، ومن خلال مجموعة من الشخصيات المسيحيين المصريين زي الأستاذ سليمان شفيق وزي ميري دانيال شقيقة الشهيد مينا دانيال وزي مينا دانيال نفسه معانا من خلال المادة الوثائقية، وشمع أسعد وصابرين فخري دول من اسكندرية، وكمان كريستين دي مطربة سكندرية وبتدرس موسيقى، وأيضا جورج فوزي ومايكل فؤاد، وهم من الشباب اللي هاجروا جورجيا. فببدأ الفيلم من خلال فكرة الهجرة، ثم بنخرج من فكرة الهجرة الأسباب اللي أدت للهجرة، وبالذات خلال العهد بتاع فترة السنة اللي هي حكم الإخوان المسلمين، ومنها بنتكلم عن كل التواريخ اللي حصلت المهمة في لها دلالة عند أقباط مصر زي ماسبيرو وزي كل التواريخ المهمة اللي حصلت، وبنرصد من خلال الفيلم آراء الشخصيات اللي معانا وإزاي هم في منهم أحب يهاجر وفي منهم رفض الهجرة، بس كلهم عندهم أمل في أن مصر تبقى وطن يسعى الجميع بدون تمييز مستقبلا. في فينالة الفيلم هو في أمل، يعني ناس كتير عندها أمل، ناس كتير عندها أمل أن الوضع يتحسن، ويعني وهو الفيلم أكتر بيطرح أسئلة أكتر ما بيجد. يعني أنا من وجهة نظري أن الفيلم التسجيلي يعني الفيلم التسجيلي بيثير قضايا وبيطرح أسئلة، هل سيتحسن الوضع، هل سيستمر التمييز الديني بعد انتهاء حكم الإخوان المسلمين، هل سيعود الذين هاجروا، هل سيهاجر المزيد من الأقباط، كل دي أسئلة بيطرحها الفيلم وبيسيرها من خلال 85 دقيقة. لا ما نقدرش نقول تحسن أو ما تحسنش، لأن هو أولا من بعد 30/6 لحد النهاردة وفاة سنة، هي كلها سنة انتقالية، يعني الفترة بتاعت المستشار عدلي منصور وانتخابات الرئاسية والدستور ثم انتخاب المشير السيسي، كلها لسه مرحلة انتقالية، ما نقدرش نحكم على مرحلة انتقالية الوضع تحسن أم لا.